غادي نخدموا باش معناها نخليو ليكيب في المستوى المأمول. تعرف اللي اليوم المباراة الأولى نتاع البطولة حتمية الانتصار موجودة، ثلاثة نقاط لازم ناخذوها باش نبداو المشوار كما يلزم. دونك الحمد لله ظهر لي اليوم ثلاثة نقاط ميريتي ضد فريق اللي محترم الحقيقة، معناها كلاعبين وكإطار فني معناها فريق كله محترم. فريق المرسى طلع معناها وعنده لاعبين ممتازين بالنسبة لنا احنا. ان شاء الله اللاعبين الاخرين زاد اللي مازالوا ما خلطوش يكملوا يخلطوا باش نجموا سو لو بلون معناها اوفونسيف نجموا يكونوا عندنا حلول مخير معناها حلول اكثر. دونك ان شاء الله الماتشات الجايين نشوفوا المستوى من ماتش لماتش يوصل ويتحسن ان شاء الله. امور اداريه ماهيش باش تاخذ برشا وقت، معناها بيان سور لازم عندك نومبر مربوط بنومبر معناها معين نتاع دي زيترونجي باش يشوفوا معناها من هنا للوقت القصير هذايا ان شاء الله الحلول باش تصير وباش يتزادوا اللاعبين البرازيليين معناها يتزادوا في القائمه باش نجموا كما قلت لك نلقاو حلول اكثر على المستوى الهجومي ان شاء الله. قرار اداري قديم معناها دونك ما نجمو ناخذوا فيه حتى قرار بالنسبه لنا احنا. هذه قرار تخدم من قبل وهذه هي التراجي معناها باش تلعب للتراجي لازمك تكون مش كاين كره بركه معناها تكون ديسيبليني. دونك هذوما قرارات تخدم من قبل معناها.